يا مس السوق مشى للسبت باع واحد البهيمه ومضى شي جنوي وكان وجا هنا برك هنا هز داك جنوي تلاقى مع هاد الفرصه ديال الناس غايبين للسبت صافي ملي غادي يبدا غادي يبدا بمرته هي الاولى حنا كيسمعوا فيه الدراري عندي دريات سمعوا يتحبوها كيصوتها هو راه دازها جات نسيبته حتى هي ما عاد قالت لي مالك ما مالك دا طحنها قرقب على الوالده داز الوالد حتى يلاه جا من السوق حتى هو نحرو خرج برا لقى واحد الراجل هنا جارنا حتى هو ضربو طيح مشى لواحد المرا مرت ولد خالي هنا قدامي كانت واقفه تما هي شايفاه وخارجه من دارها وخارجه لهين بحال باغا تهرب وما باغا تهرب العمر تقاده واقفه قردها صافي دارت هك هك ضربها رقعها طيحها ذبحها المرا ديالي كانت غادا قاطع بواحد الدريريه بنت بنتها تقطعها زعما العمر الساعه اللي قطعتها تبعها صافي هربت هك هك قتلها رانا مشى لواحد شي دار ديال خالي الهين قدام شويه لقى الدري ولد خالي ضربو ضرب مو ضرب ختو بليساها صافي هو يرجع قطع من فوق الحيط ونزل من فوق البيت قال زد الدريات جوجات هنا هربو هربت وحده وحده دخلت الحمام سدت عليها جا ضرب الباب فرعو صافي تلاحت ساقطه وهو يدخل ذبح الدريريه وضربها ليدها شلخ ليها يدها هاد اليمنى وهاد الشيء اللي عطى الله هاد المسخوط عطى بهاد الناس وشوه هاد القبيله بغينا ليه العافيه تشعل فيه واقف طلبوا من الله والنبي رسول الله تعدى على هاد العائله ما ظلموه ما تعداو عليه ما داروا ليه حتى شي وحده تعدى عليهم وداك الشيء ما تقبليش والله ما تقدر تشوفي والله خويا واش شتي داك الشيء واش كتعرف الحواله تاع العيد الكبير وبحال داك الشيء كون اي بليسي ويمشي ولا يدير شي ضريبه ويمشي ولا شي حاجه تقول ترى بنادم يتعالج ولكن صافي بنادم كيغيز ليه ومازال يفوت ليه